كان في مرة راجل عجوز وكان قاعد في بيته في وسط قرية، ولكن الراجل ده ما كانش خالص لا بيضحك ولا بيهزر ولا ليه علاقة بجيرانه ولا اصحابه ولا قرايبه ولا ليه اي حد يسأل عليه كمان. وعايز اقولك ان الراجل ده كان كل ما حد يفكر بس ان هو يهزر معاه كان الراجل ما بيدهوش ريق كويس عشان خاطر يستقبل منه الهزار، فكانت الناس دايما بتبعد عنه وكانوا بيتلاشوه كمان، لحد ما جه في يوم من الايام كده لقوا الراجل سعيد ومبسوط وبيضحك وعمال في الحديقة اللي قدام البيت بتاعته مبسوط وكأنه طفل صغير بالظبط. الناس استغربت وبدأوا يسألوا نفسهم، هو الراجل ده جراله ايه؟ ده من يوم ما جه هنا ولا شفناه بيضحك ولا بيتكلم مع حد ولا حتى ليه حد، هو ايه اللي جراله؟ فلما راحوا وسألوا الراجل وقالوا له هو ايه اللي حصل يعني يا عم الحاج كده خلاك تبقى روش وترجع كده تبقى ظريف وخفيف؟ قال لهم الحكاية كلها ان قعدت 80 سنة على مدار حياتي كلها اني كنت بدور على حاجة اسمها السعادة وكنت ببحث عليها في كل مكان عشان خاطر ابقى سعيد، لكن لقيت نفسي لما كنت بدور عليها ما كنتش بلاقيها خالص، واول ما وصلت لسن 80 وفكرت ان السعادة في وجودي وفي ذاتي الراجل من هنا بدأ يبقى سعيد بجد. والمقصود ان انت ما تقعدش تدور وتجري ورا السعادة، لان السعادة او الانبساط بيبقى ليه وقت معين، لكن الرضا بيبقى اكبر من كده بكتير. لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بلايك وما تنساش تشترك في القناة عشان يجيلك كل جديد، وسلام.